ليش اخترت أكون في عمل بسطة شرف؟ لأنه باخذ كل هدول القضايا الموجودة في الشارع وموجودة في البيوت وموجودة بتواجهها كل أنثى موجودة في فلسطين أو في مناطق خارج فلسطين، وبحطه وبصدم الجمهور فيه في الشارع. كمان مرة هو ما بحدد الجمهور، فالكل حيشوفه أو الكل حيوصله نبذة عن الموضوع. هو كان صدمة للجمهور وإشي ممكن يقويني أنا كأنثى وكممثلة، إنه أنا قدرت أواجه هذا الموضوع وقدرت أواجهه للناس، فأنا بكسب منه قوة، وبرضه للجمهور اللي حضره بكسبوا منه نوع من القوة ونوع من الدفعة إنه يحارب هذا الإشي ويصير يشوفه بمنظور تاني ويشوفه إنه هو غلط وإشي لازم ينتهي ولازم نغيره. أول إشي فكرة إنه ننزل على الشارع نحكي مع الناس، يعني مش نستنى مثلاً نخبة تيجي على المسرح، لا، ننزل نحكي مع الناس اللي إحنا بدنا نوصل لهم الفكرة، خصوصاً إنه هي بتحكي عن قضية الشرف. مشكلة كبيرة هاي عنا، فكرة يعني الشرف، قتل على خلفية الشرف، إشي غريب يعني موجود عنا، وتحس إنه الناس تستسهل يعني الموضوع هذا وبتغطى عليه، و ثلاث أشهر بنحبس وبعدين بيطلعوا أهل عشان قضية شرف. غريب غريب الموضوع. يعني الشرف قال بطخها، يعني بموتها، والله جد ممنوع يزا بينا سايزا. احنا كشرقيين هيك عاداتنا وتقاليدنا بدون ليش بينا سايزا بكسر راسي ابوي واخواني وامامي ما هيك عادات المجتمع اللي عندنا؟ حق عربي يا زلمة، فش رجولة لما أخلي أختي تبات برا الدار عشان تاخذ مصاري، وين صفت الرجولة؟ ممنوع يا زلمة. إنه بالنسبة إلنا إنه غياب منظومة حماية للنساء المعنفات وأعلى درجات التعنيف اللي هي القتل، ووجود عدم وجود قوانين تحمي النساء من العنف المنزلي والعنف المسلط عليهن باعتبارهن نساء هي المشكلة. الطبيب رد بالقول هذه العلامات من آثار ضرب مبرح وليس أي شيء آخر. وذلك بسبب كونها أنثى. يعني تنظر الشرطة إلى هذا الموضوع بعين الاهتمام والمتابعة والعمل على الحد من هذا العنف وقتل النساء من خلال التوعية، من خلال الإرشاد، من خلال متابعة كل جريمة تقع فيها المجتمع الفلسطيني. ونشرت لها فيديو لهم على الانستغرام معبرة عن فرحتها بذلك. جميع القوانين الموجودة والمطبقة في فلسطين هي بحاجة إلى إعادة النظر في هذا الخصوص. قانون العقوبات المطبق لدينا هو القانون الأردني رقم 16 لسنة 60، وهذا بحاجة إلى تغيير. هناك العديد من المشاريع اللي نأمل أن يتم إقرارها في أسرع وقت ممكن، لأنه كلما كان هناك قوانين ناظمة لعمل الشرطة والعلاقة مع المجتمع بالتأكيد يكون هناك تسهيل لعمل الشرطة.
لمسرح